قلت في المؤتمر ان احنا بنحتاج موازنه ما يقرب من تريليون دولار لدوله بحجم مصر، فلقيتها في الجورنان لحل مشاكل مصر بنحتاج تريليون دولار. لا، انا بتكلم على مصروف، بتكلم على مصروف، مش بتكلم على حل مشاكل. مصروف يعني ايه؟ عايزين دوله بحجم مصر فيها 100 مليون، ومش عايزين ان احنا يبقى عندنا مشاكل ومصاعب في حاجات كتير. انت عايز تصرف كل سنه، مش مره واحده، كل سنه تريليون دولار، يعني يبقى مصروفك تريليون دولار. انا بقول الكلام ده بس عشان حتى زمايلنا اللي بيقروا ويسمعوا الكلام ده يعرفوا ان الحكايه اللي احنا بنتحرك فيها محتاجه جهدنا كلنا، مش جهد بس الدوله، لا، جهد الدوله وكل الشرفاء من المصريين في القطاع الخاص، وانا داعم ليهم. وانا مش بقول الكلام ده دلوقتي بس، انا قلت الكلام ده في اول لقاء معاهم. يلا يلا نبني كلنا مع بعضنا لاجل خاطر بلدنا. مره ثانيه انا بشكر كل اللي ساهموا في خروج واقامه المجمع اللي احنا شايفينه ده. وزي ما قلت لكم برضو في المؤتمر النهارده، انتم فوجئتوا يمكن، احنا في مشاريع كتير كده خلصت، والمفروض ان احنا نفتتحها عشان اولا نفرح، وعشان ناكد ان احنا الامل اللي الاشرار المخربين المدمرين بيحاولوا يهدوه، لا لا مش هتقدروا، مش هتقدروا، مش عشان احنا جامدين يعني، لا، لان ربنا ما يرضاش بكده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان لعماره الارض، ما خلقش الانسان لتخريب الارض ولا للافساد ولا للهدم. وبالمناسبه شوفوا يا مصريين، شوفوا يا كل المتابعين، بصوا على الدنيا اللي حوالين مننا، هل في دين بيقام كده؟ هل في دين بيقام كده؟ هل في إصلاح يقام بالهدم؟ أنا قلت الكلام ده مرة ومرات كتيرة، بس التصدي ليه مش الدولة بس، إحنا كمجتمع، إحنا كمجتمع لازم يعني نفهم أولادنا ونوعيهم ونحصنهم ضد الفكر ده. مفيش دول هتطلع قدام أبدا بالهدم، الدول هتطلع قدام أولا بالانضباط والخلق وبالتعليم وبالجهد وبالصبر وبالبناء، لكن مش لا بالقتل ولا بالتخريب ولا بالتدمير. وبقول تاني بس يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بكده، واحنا في طريقنا هنفضل نبني ونعمر طول ما احنا عايشين.